السؤال الأول، ما موقع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية من الخريطة السياسية المغربية؟ أولا شكرا لإصداء المغرب العربي على هذه الاستضافة، وفعلا الإعلام هو دور كبير إيصال الأفكار للحزب، والتواصل هو من المبادئ الأساسية اللي كيخص الإعلام يقوم بها. فيما يخص الموقع ديال الحزب داخل المملكة في إطار التجاذبات اللي كاينة حاليا، هو أن الحزب كيكمل في المملكة ككل. علاش؟ لأن الهدف ديالنا هو الوحدة، والوحدة ديالنا كتهدف إلى خلق واحد التوازنات والتواجد داخل المملكة. علاش؟ لأن الخريطة السياسية المغربية كتجسد غير قابلة للزيارة، فالفسيفساء التي ينبغي أن تكون سياسية قبل أن تكون جغرافية. لماذا؟ لأننا نعمل من أجل تحقيق التوازنات الجهوية، التوازنات التي أتى بها دستور 2011 من أجل خلق مركزيات 12 مركز بدل مركز واحد. علاش؟ لأن هنا نخلقوا واحد السياسة اللي ما تعودش تعتمد على المركز فقط، على مركزية في إطار السياسة الرشيدة صاحب الجلالة اللي بغى كل جهة تكون قائمة الذات، جهات متقدمة تعمل على تحقيق المطالب الاجتماعية لكل جهة معينة، لأن الغاية هو تحقيق المكاسب التي يسعى المواطن المغربي إلى التوصل بها ولا تحققها، وهذه هي السياسة الرشيدة صاحب الجلالة. 12 جهة قائمة الذات من أجل تحقيق اللامركزية، وهذه هي الحكمة الحقيقية والتوجه الحقيقي والسياسة اللي كاينهاش في ماشي الحزب ديالنا في تحقيقها. طيب، في نفس السياق، الأحزاب السياسية المتماسكة خريطة السياسة المغربية، كيف تفسرون تجاذبات الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر وبعد الانتخابات بما في ذلك البلوكاج؟ اولا كنعرفوا ان قبل الانتخابات شيء طبيعي غتكون التجاذبات تختلف بعد الانتخابات، بعد نتائج الانتخابات، ولكن اتضحت المعالم من بعد الانتخابات ديال 7/10/2016، وتبين كاينه واحد المجموعه ديال التجاذبات. بدات التجاذبات غادي غادي حتى تفرزت في الاخير في 6 ديال الاحزاب. هاد 6 ديال الاحزاب اللي استطاعت بالحكمه ديال السيد رئيس الحكومه ان يخلق واحد ائتلاف فيما بينها، وخرجت الحكومه الحاليه الى حزب الوجود بعد 6 شهور، وحنا كنعرفوا هي طيف باش يزداد خصو 9 شهور. انا بالنسبه لي شيء عادي، وهذا تتبين ان هناك سياسه حكيمه قاديه في البلاد، وهناك تطور في البلاد حقيقي. وثم دستور 2011 هذا كان الفصل اللي اعطى سيدنا صاحب الجلاله نصر الله في اختيار واحد الشخص ثاني، فرج وخلق واحد الفرجه سياسيه اللي كانوا هذا كلهم في حاجه ليها، وهذا هو دستور 2011 وهذه هي الايجابيات ديالو. طيب، بالتالي ترتب عنه برنامج حكومي، ما هو تعليقكم عليه؟ فعلا بعد تشكيل الحكومه الكل ينتظر ماذا، ما هو المخطط وما هو برنامج الحكومه. فعلا برنامج كان جيد، يختلف عن باقي البرامج لان اخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعيه، وهذا شيء ايجابي. الملاحظ شيء ان فيه انه الارقام ضعيفه فيه، خصنا ارقام لاننا العالم الان اصبح عالم ارقام، خص لابد من الارقام تزيد توضح في هذا البرنامج، ولكن هذه اول خطوه بعد الانفراج. فعلا غتكون واحد الهفوه، ولكن بعد الهفوه غتولي ان شاء الله هناك ايضاحات في المستقبل. وكاين نقطه ثانيه اللي جد مهمه، مفهوم الجهويه اللي انا هضرت عليه، لان حنا خصنا نخرجوا الجهات الحيز الوجود. علاش خصنا نخرجوا الجهات الحيز الوجود؟ باش نبينوا ان هناك توازن ما بين الحكومه وسياسه صاحب الجلاله نصر الله اللي كيهدف الى تحقيق الجهويه والجهويه المتقدده وتفعيل الجهه 12 جهه. هذا واحد الموضوع باقي ما توضحش في السياسه ديال الحكومه، ربما لانه ما بقاش البرنامج ربما يمتد لمده وجيزه، في البرنامج الحكومي المقبل تكون اكثر وضوحا مفهوم الجهويه فيه. كاين الموضوع الثالث وهو موضوع جد هام بالنسبه للمغرب وافريقيا. نحن كنعرفوا المخطط صاحب الجلاله نصر الله ان افريقيا من المغرب والمغرب من افريقيا، فلا بد من تحقيق هذه السياسه اللي فيها سيدنا غادي الله ينصره، واللي كتهدف الى خلق واحد النموذج
سياسي جديد في عهد محمد السادس اللي هو كيكرس المفهوم ديال القاره السمراء، هذه القاره اللي هي فيها واحد المشاكل ما يمكنش تحل الا عن طريق واحد السياسه حكوميه كتمشي مع التوجهات صاحب الجلاله، هذه التوجهات التي تهدف الى جعل افريقيا في المقدمه، ماشي على المستوى الوطني او على مصلحه الوطن، ولكن من اجل تسميم مصلحه الوطن، لا سيما اننا كنعرفوا المشكل ديال الجنوب والاعترافات الان الحمد لله ديال مجموعه الدول بالوحده الترابيه للمغرب. اذا فلا بد ان المغرب ماشي الغايه ديالو الاعتراف بالوحده، وهو التواصل مع افريقيا. فنحن نعرف القصه ديال اسماعيل ولا اسماعيل، التجربه ديالو ديال جيش بخارى. احنا الان عندنا واحد المشروع، ماشي جيش بخارى، المجتمع المدني لافريقيا من اجل ايجاد سياسه جديده، لان اساس الديمقراطيه هو المجتمع المدني. فلا بد ان نفتح المجتمع المدني الافريقي، ولا بد ان نمشي في اطار اقتصادي يهدف الى تحقيق اقتصاد اكبر، ينبني اقتصاد المغرب، ينبني بناء الاقتصاد الافريقي، لان افريقيا جميع الدول تطمح اليها وتهدف اليها. ولكن لا ننسى الجاره ديالنا اوروبا، احنا في واحد الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، في واحد مجموعه من الاتفاقيات، وخصنا نحاولوا نخلقوا توازنات مع هذه الاتفاقيات ومع الاتفاقيات اللي برم سيدنا في افريقيا. طيب في نفس السياق، علاقه القضيه الوطنيه والاتحاد الافريقي. الان العلاقه الوطنيه مع الاتحاد الافريقي توضحت، رجوع المغرب الى بيته، هذه الحكمه اللي سار فيها صاحب الجلاله الله ينصره، كتبين ان الان افريقيا تعترف بالوحدة الترابية المغرب وكفى. شكرا سيدي أستاذ مضيع. الصراحة بصراحة يعني إعفاء بالكيرة، وذاك البلوكاج ديال أخنوش وما وراء أخنوش وشكار والاستقلال وتصريحات، يعني شنو كاين، شنو التفسير ديالك لهذا؟ كاين حراك سياسي صحي، يعني كاين واحد الحراك سياسي، واحد الموفمون كاينه، هاد الموفمون كتخلق واحد التشوق المغاربه، حتى هذيك المغاربه اللي كانوا ناعسين شحال هادي وهذا وهذا، راه تجدوا بات ليهم، بقى واحد الجذب، ولاو الناس ولا الحكومه كتفاعلوا كذا، ولات الناس اللي كاع ما باغاش تبقى تقطع السياسه وهذا، ولاو كانت واحد الكاريكاتير تاع واحد المجموعه في هذا الفيسبوك وهذا، الناس كتابعوا، يعني كاين واحد الموفمون، هذا الموفمون اللي ما كانش شحال هادي عند المغاربه ولات الان حاليا.